ها ما بصدقش هالحكي. سامع سلوى؟ قال جاره بيشتغل جرسون طالع بالشهر اكثر من 20,000 ورقه. حقا؟ اسمعي شو احسب لك معناتها قديش بطالع بالنهار. هي هاي بيطالع معناها باليوم 666 ورقه و66 قرش. يا ابو ابراهيم بصدقش هالحكي؟ هذا وقت اللي بيكون الموسم خوفي، بس وقت اللي بيكون الشغل مزبوط ما بيرضى بأقل من 25,000 ليره وصافي. ها صباح العزا والشحار عليني. بتعرف انه مرته الشهر الماضي اشترت فيزا، واللي قبله اشترت براد، واللي قبله اشترت فيديو، قد امبارح ركبت ساتلايت. ساتلايت ليه محطيني ساتلايت؟ هلا ركبوا ديش؟ اي والله يا اخوها، معناتها هي عرفان يشتغل. ها مقضيها على البولسات معناها. يلا ان شاء الله سفره دايمه يا خيتي. اهلا وسهلا. اي والله اي والله ان شاء الله بيت عامي. شو دخل عامر ها بيتي؟ ها تفضل 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 عديلي تفضل. عيين سيد رامي، شوف عزيمة الأهل والقرايبين حلوة ولازم يصير تبادل عزايم، مشان هي أنا عازمك لعنا الأسبوع الجاي. ها شو يعني ما ترد لي إياها؟ الله يسامحك. ما حسنوش نحن. لا لا تفهمها هيك، لا تفهمها هيك، إن شاء الله ما في فرق بيناتنا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. بدي أسألك عديلي، شلون الشغل معك؟ سمعت إنه ماشي حاله الحمد لله. يعني الحمد لله فتحت مكتب جديد مع شريك. مكتب؟ مكتب شو؟ وكالة. اه وكالات. ايه تبع توزيع بضيع، مو يعني تاخذ بضيع بتوزعها مو هيك؟ اه هيك شيء. اه هلا فهمت، يعني من دهنا سعيله. اي بس كمان مصلحه، بدك تعرف السوق وبدك يكون عندك معارف، يعني ما سهله. مازين قديش ما طالع بالشهر تقريبا؟ يعني قال لي قديش؟ حسب الشطاره. هلا لا تخبيش علي، شو غريب انا؟ قديش؟ مرات بنتوفق ومرات ما بنتوفق. ما قلك صدرك كبير، ليش هيك انت؟ يعني بس تتوفى وقديش ما تطالع؟ الحمد لله. انت ليش عم تسأل؟ انا هيك بحب استطلع، عندي فضول انا. ليش ما تخبي علي؟ انت مو عديدي؟ اه يا سلام، عيني يا دقيق على الجاكيت. قد ما تكرم عيني، تفضلي. الله يسلمك هدية. ولك يا رامي، هاشي بقى تسألوا لسهري، هل أكتو؟ ها؟ أنا بحب أخذ وأعطي مع عديلي. نياتكن شو بتحبوا بعضكي؟ أهلين أخي مازين. عروسي عروسي عديل. صعيب أسألك، ها سلفك أخو جوزك شو ما يشتغل بالأيام؟ قد بالفن. فن شو؟ فنان ممثل. يه؟ يعني مش خصاتي؟ ممثل؟ بحياتي ما شفت طالع بالتلفزيون انا. اي اهتمامات اخوي بالمسرح، احيانا بيطلع بس بادوار صغيره، بس لهلا باخذ فرصته. ها قد هاك الليلي جا لعنا مشقرق طاير عقله من الفرح، قال شو جاي يهضر ببرنامج بطوله البرنامج كله لإله. اي والله. مازين بدي اسالك، هاي شغله التمثيل فيها مصاري هاي تبع الفن؟ هاي الفن ما بينحسب هيك. بس انا سمعت لك انه هاي شغله دسمي. ها مو ما يلحقوا يقبضوا اصغر ممثل، أموش ما يلحق يعد مصريات. أي سيدي، لبين ما يوصل ويثبت جدارته بكون مات من جوعة. تعرف مازين، معقول لحالي إذا الشغلة فيها قبض كثير ليش ما بشتغل فيها؟ أي أنت هلأ بيطلع بإيدك تشتغل ممثل. يه وليش لحتى ما يطلع بإيده يشتغل ممثل؟ ممثل قلت لا والله، هو يشتغل مطرب مو كان أحسن له. ولك يا سوسن، تتذكريش هداك اليوم لما غنى بعيد ميلاد بنتك قديش كان صوته حلو؟ غير واحد. صحيح مازين، بدي اسالك، هاي شغله المطرب فيها هبره؟ الحاج بقى اهلكتني بهالاسئله. ليش هيك دغري بيطلع خلقه؟ شبك شو حكينا؟ انا ما اسالك مشان ارسالي على شيء مصلحه يكون فيها هبره. ليك يا اخي، مشان ترتاح وتعرف مين بيطلع مصاري اكثر شيء، مجال الفن والاعلان لانه واسع كثير، ماشي؟ الاعلان؟ هلا هاي الاعلان فيها هبره؟ خلصنا. يلا وين خيي مازن؟ بدكش تشرب معنا متي؟ على راسي على راسي، خلونا نرجع على بكي. اشربوا عنا قهوه يا جماعه، شربكم. يلا يلا سمسا. شو خيتي عجبتك الجاكي ان شاء الله؟ نسيتها معي تقبريني. اهلا وسهلا فيك. من عادي يا مازن. سلام. انا دعوي الامر عندك عشان اسالك كم سؤال. اي حاج بقى هلكتني هسه، سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا سؤال. شوفك شوفك. لك ليش هيك؟ الله بيطلع خلقك مو عدايل نحن. سلام. الله معك. مع السلامة. ليش هيك صاير؟ ها مازين 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 يا مازين، بدي اسألك، هاي شغلة الإعلام فيها هبرة؟ يلا سوسن يلا. ولك يا رامي هلكتوا لصهري هلكتوا. ما بدنا نتنور ونعرف شو ما يصير بهالدنيا. ولك يا زلمة ذبحتوا بلا أسألي، لسه بتسألوا عن فلاني وعلاني وعلاقة الباني؟ هداك اليوم لما إجا لعندنا جارنا الحكيم استحيش تسأله قديش بيطالع بالشهر.
تعرفي يا سلوى، شايف لك كل الشغلات هاي فاضي، احسن شيء شغله الاعلام هاي فيها هبره هون. تعرفي اذا بتجيني فرصه شو افرجيكي منو انا؟ يا قبالي على هالحكي. هلا لا اشتغلت بالاعلام اذا قلنا لا مثلت. لا مثلت واخذت على المشهد 100 ورقه. ها طب لا كتبت مقال واخذت على المقالي 150 ورقه. 33 هبرة 75 86 حقي هي 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 حكيت كلمي وانا يلا جاي يلا سمير اهلا وسهلا تقبرين شلونك خالتي؟ منيحة الحمد لله كيفك انت؟ بيك امك وخواتك ان شاء الله مريضين؟ كلهم تمام وبيسلموا عليك الله يسلمك ويسلمهم وينك انت يا خالتي ما بتجيش لعندي انا كمان خالتك ولي حصة فيكي الله يخلينا اياك يا رب بس بتعرفي عندي دراسة ما عم افضى بنوم ساعة واحدة بتأثرش عليكي تشربي قهوة؟ يسلموا ايديكي شو وينه صهري؟ جوا نايم فيق لك ايه؟ لا تزعجي عايزتي ضروري؟ ايه والله تكرم عينك اسا فيق لك ايه يا سميرة هيدا حقيقي ولا تقليد؟ ايه حقيقي جيبي لي واحد منهم ايه تكرم ولك يا رامي رامي قوم رامي شبيكا قوم يا رامي في عنا برا ضيوف الضيوف بتحبهم منين هذول اللي جونا هلا بنت اختي سميره قلبي ضيق ضروري قوم يلا جاي يلا قوم قولي لها هلا بقومها شو بدها هاي جاي هلا اطلع الضو اخ لك يا سميره فيقت لك يا رامي استبش راح اعمل لكم مكتب تعي لا تعزبي حالك لا معلش بعمل لكم متي سكرتيني يا سميرة قديش قلتي لي هذا حقه؟ هذا غالي كثير خالتي قديش يعني؟ يعني شيء 7000 قر 7000؟ غالي كثير لكن بستعيره منك هو التقي على حسابي اخ ها انت اهلا وسهلا فيكي اهلا يا سميرة وشك ولا ضو القمر لا اعوذ بالله تفضلي استغفر الله خير تعي خير فنجان قهوتك يسلمك اهلا وسهلا هيك يا بنت الحلال ما بتعوديش تبيني علينا شلونك شلون اخباري والله الحمد لله ماشي الحال لك صحيح انت شو ما تدرسي هالايام كليه الصحافه صحافي ايه وهي الصحافي فيها هبره شو بعرفني شغله حظ اصلا كل اللي تخرجوا ما عم يلاقوا شغل اين وحظ لا تصدقيش هالحكي هاي فيها دعم بس لا تكلي همه لي انا في عندي منو يدعمك ويخليك تكتبي مقالات ب 15 جريده يا سيدي كتر خيرك اسال الله اسال الله منو كان يقول اني بدك تدرسي صحافي كان مبين عليك هيك فسادي وغبي وفحشي وحدي الله يسامحك وانا هلا جاي لعندك مشان الدراسه مره ثانيه ليش بقدر اساعدك بشي طبعا اصلا ما في حدا غيرك بيمشي حاله معي لانه برتاح لك وبشو بقدر بعاونك انا عندي حلقه بحث طالبه منا الدكتور يعني بده تطبيق عملي وهو شلون نقدر نساوي برنامج تثقيفي منوع مسلي بنفس الوقت وهالبرنامج يعني ببلاش ولا فيه هبره ليش بعرفني ما بيهم المهم لازم يكون عندنا موضوع واحد هو لب البرنامج يعني مو تسلايه وانقلي على الفاضي هلا فهمت يعني بدك لب وحلقه بحث والهم معنا اي نعم وانا لقيت موضوع ماشي حاله وشو هالموضوع عن الامن الغذائي ها الغذاء كمان صار فيه امن الموضوع هو ما هي الاكلات التي تتناولها الاسره وهل يمكن التقنين والاعتماد على ما هو مغذي في نفس الوقت هلا ها هو البرنامج اها بعاونك فيه كثير انا اكثر واحد اكيل بعيلتنا مو بدك على الاكل انت بخلي بحكي لك فيه عن اليبرق وعن البطاطا والمفركي والبيض المقلي
والطعطوق وأبو شلهوب والكشكي، كلنا ذول. ماشي، لكن منعتمد على يوم بجيب معي مسجلة ومنساي بروفا. ليش المسجلي؟ عنا هون مسجلي. هو بدنا تنتين، واحدة بنسجل فيها أصواتنا والتانية بنسجل عليها موسيقى وكم غنية. هلأ فهمت البرنامج. والله لا خلي لك الممرض تبع المادي يسألك منو هالعبقري اللي سوالك هالبرنامج. ماشي. بس دي أسألك، هلأ هالبرنامج لا نجاح فيها برو؟ تشى يا قلبي تشى علي مرق ما مشى. الو واحد واحد واحد، الو واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث، الو الو تيس، الو تيس، الو معزاي. تشى يا قلبي تشى علي مرق ما مشى. واحد اثنين ثلاث، الو الو تيس. الو اعزائي المستمعين، يسعدنا نقدم لكم الحلقه الاولى من برنامج اللب المفيد، وهو من اعدادي وتعديمي وسميره ما لها علاقه فيه، كل افكار من عندي انا. الو مع الو واحد واحد مع اغنيه البرنامج. من حبيبي انا رد علي وقول، من حبيبي انا رد علي وقول، من حبيبي انا رد علي وقول، وانا اللي بتحبها انا رد علي وقول. ولك يا رامي شو عم تعمل استنى بنص الليل؟ ما اسوي بروفو. بتكون بتغني لوحدك؟ شو غيري احسن مني بدي اغني؟ تفيقني بغني انا وياك. هلا انت صوتك اذاعي انت. ثلاث ثلاث ثلاث. بعدين شو مشاني انا ما اغني؟ مشان بنت اختك سميره. سميره؟ شو قالت لك سميره؟ قال جاي بكره لهون من اعدادي وتعديلي. الله يرضى عليك يا رامي. تنكتوا ليش بكره البيت؟ نحن شغلنا كله بالمسجل، شو بنلعب مباراي نحن؟ لكن تسالهاش قديش معها وقديش بتطالع؟ تطفشهاش مثل ما طفشت مازن. وليش يا ما اسالها؟ ما انا ما ادور على شغلي فيها هبره. هبره ذهني بتفرقش. رامي يا خبيري لما بدك تغني فيقني بغني انا وياك ونكبك سوا. لا ما عاد في غنى، خلصنا الغنى. من اعدادي وتعديمي وسميره ما لها علاقه فيه ولا مرتي. من حبيبي انا رد علي وقول، من حبيبي انا رد علي وقول، انت اللي بحبه انا انت اللي بقدر اقول. من هاي قول مش ما قول. لنسمع لنسمع شو سجلنا. سويت بروفا امبارح؟ ها لك. بس انت فهميني شو طلع معيك؟ شوف، باعتباره برنامج تسليه ذو هدف، لازم كل كم دقيقه نذكر باسم البرنامج وهدفه وشو عم نساوي، لحتى المتلقي تثبت براسه معلومات البرنامج هو مطروب ومستمتع. شو هاي متلقي وما متلقي؟ هلا اسمعي مني، المهم برنامج مش لازم كله معدمه موسيقي؟ طبعا، بس شو؟ لازم تكون مزقه وحضاريه. لا تخافيش، انا حضاري بعرف انقيها. اسمعي شو اقول لك، ليش ما مسوي فيه جوائز ومسابقات؟ فكره، منجرب. الو واحد واحد، في فكره احسن من هذول الثنتين. شو رايك نسوي فيه تليفونات على الهواء وفاكسات هيك يحكوا معنا المستمعين؟ ما في مانع، كمان منجرب. اسمعي شو اقول لك، بس هاي خطيرة، هاي الفكرة مو حي الله، هاي خطيرة كثير، بدنا ننقي المستمعين بين يحكوا معنا. لا ما بقبل.
بدنا نكون اصحابنا، شلون ما بتقبليه؟ بلكي طلع حدا وقال هالبرنامج مش حلو. يا اخي ما بصير، لازم الجمهور يحكوا برايهم بالبرنامج بكل صراحه. لك شو بكل صراحه؟ بدنا نتبهدل هيك، قال بكل صراحه، شوف على الحكي شو. ما بصير خلاص. ها اي بدك نقي رفقاتنا، والواحد منهم بيحكي من مسويعه بيقول ما احكي انا من حلب وبيغير اسمه، فهمتي؟ غير هيك ما بيمشي الحال. ما بصير. بحياتك ما رح توفعي، انت خرج اعلام انت. واحد 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 اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث. اسمعي يا سميرة، أنا اللي بفهم بالدنيا، أنا مقضي طعم صدي. بكرة رح أشتغل بالإعلام وأكتب عن المسلسلات والأفلام، وتشوفي شلون كل مقالاتي بدها تنقرا وكل الجرايد تبعت لي خبر لكان. وتعرفي إن هاي الشغلة فيها هبرة. يا قلب تقسى الحلو مطرق ما مسى. شو عم تتفرجي هلا؟ شو بالها بالتلفزيون؟ زيحي 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 هيك سلوى. شو بيك؟ بدي اتفرج على المسلسل اللي اكتب عنه بكره. شو بدك تكتب عني؟ مقالي. مقالي؟ انا بساعدك فيها. شو ليش يدخل بشكل مع ثانيه؟ شو هيك؟ خلص. ليش هيك لابسين المتلين؟ قط كذابين، احنا بنلبسش هيك. ملابس فانتازي. شو هي ورثه من ابوه؟ رديئه. كثير سعيد وسام كثير بس يطلع من السجن. الشرطي وسام وسام شو هيك فتره طويله؟ ليش هيك الموسيقى يعني عم تضرب على الاذن ضرب مش حلوه؟ الموسيقى شو اللي تغير يعني؟ تضرب شو اللي تغير على الاذن؟ صار معك ملايين يعني بتقدر كثير بتوب قدامه كثير. ليش هي المصاري؟ البوليفوني هي المصاري اماني عندي يعني. شو بقى المخرج قارقنا اسا من ممثل لممثل يهدى على لقطه قلق حركة الكاميرا يعني كثير كثير ما بتقدر تتصرف مصاري بمعنى مثل ما بدك الرمزي شو هيك؟ بس بالشغل ليش هيك عم بيمثل؟ يا باري مغلظ هالممثل ان شاء الله راح يكون في حصة فيها. اسمعي تقل يا هلا سهيل مو هالممثل اللي شفناه وما سلمش علينا بالعشاء؟ ايه بلا هذا هو ايه مغلظ وكان تمثيله سئيلا كثير كثير. أكيد يا عمو السريالي رامي بدك تشرب متي؟ متي شو؟ متي شو هاي المتي؟ نسيت على المتي؟ قومي سوي لي نسكافيه بكافيين قومي مين هيك؟ نسكافيه بكافيين شو هالحكي بعمل لك مغلب حط لك عليه جوز قال كافيين قال هاي المتي هذول هلا بفوتين أنا ببعض سلوى سليم شو بيك؟ بدي منك من هلا ورايا هلا هالمسلسل طلع من اخراج الاستاذ ماجي. هذا الاستاذ ماجي صديقنا قال لي تعشينا عنده امبارحه امبلا انساني تعشينا عنده وضيقنا واستقبلنا مش حلوه نكتب عليه هيك لا مش حلوه ابدا انا مو قصدي زعلان شو اغيره عاونيني ملابس فانتازيا مش رديئه فانتازيا رائعه كثير كثير الموسيقى تضرب على الأذن الموسيقى معبرة أكثر وكثير قلق بحركة الكاميرا ها بلاها قلق هاي ثقة بحركة الكاميرا كثير وهالممثل هاي شلون بدنا نكتب عنها كان تمثيله سيئة ما بحبهاش أنا هاي يلا بلا ما نجيب سيرة التمثيل مشان ما يزعل الأستاذ ماجد بلا المسلسل كان رائعا كثير 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 صور برا يي يقبر قلبي هيدا رامي ولك يا رامي على وحفتك لو شبيت مش لابسي قر ولك يا رامي شو بدك تعمل بهالكاميرا؟ هاي كاميرا اشتريتها بالتحصيط عند رفيقي تتان تتان؟ ايه مش هون تسألت عنها وقالوا لك هاي المهنة بتجيب مصاري كثير؟ هاي أهبر مهنة هاي يه؟ ايه وشو بدك تصور فيها؟ باعتبار أنا قررت أني أصير إعلامي شامل يعني صوت وصورة ايه فقررت أصور كل شيء
يه. يعني راح اصور عجقه ايه ورطوبه يه وفي يه وندى يه وبرد يه ومطر يه واحو قر. وشو بدك تعمل ذكر هالصور؟ هاي كل صوره بنتر مقالي تحتها وببعثها على الجريده، يعني كل فيلم بيطلع عندي 36 مقالي ببعثين على 77 جريده. يكبر لك عقلك يا راني، ديشك بتحب تضيع وقت. على وقفتك وقفي. ولك شو بيك؟ وقفي شو عليك؟ شاقف فوكس بس. طيب يلا. ولك شو صورت اسا؟ الغسيلات. الغسيلات؟ ايه. يكبرني هالشغل. انت طول عمرك هيك بتضلي تكسري مع حديدي. انا من طول عمري مكسر مخاديفك، انت غلطان. ولك يا رامي دور لك على شي شغله تفهم فيها. لك فتحي مخك عاد طلعي على الدنيا. مفكري كل الناس تشتغل بالشغله اللي تفهم فيها؟ الناس ما عاد يهمها غير الشغله اللي فيها هبره. ولك يا رامي يعني شو ناوي تساوي هسه؟ انا خلص نويت افوت فوتي يا سيدي. لما قالوا لي انه حاطط لي خبر بدك يعني جيت فورا. اهلا وسهلا فيكي. مع اني عتبان عليك يا ما بتجي غير عشان تبعث لي خبر؟ ولو ما بنستغني صهور، بعدين انت افضالك لقدام. يعني الله يسامحك، معقول تقول لي هالكلمه؟ ليش ما تزعلي اوام صايره؟ وانا بدي اخشيك، من وقت ما قلتي فصحوني وانا بدي اخشيك. ايه رزق الله، كانت ايام حلوه. ولك يا سمير، الله بيعلم قديش بحبك انت وامي. نحن اليوم عزمناكي على الغداء لانه في موضوع ضروري بده يحكي معك فيه رامي. خير عمو رامي، شوفي. يعني انا مثل ما بتعرفي ما اشتغل بالاعلام والعروض ما تنهال علي كثير كثير. يا حسره علي. انا ما عم لاقي وظيفه، يعني عم حاول شوف جرايد او مجلات حتى انشر مقالاتي فيها. خلاص معناها جت على رجليها. لو تشوفي الشغل شلون كابس علي كبس. بتعرفي يا رامي ما تقلها لسمير عن صور والمقالات. لا لا يا سلوى الله يسامحك، هاي قصص عتيقه صارت. شو بدك بهاي الشغلات؟ هلا تطور الوضع. ما بخبي عليكي انا صرت مراسل ل 77 جريده ومجله. هيك صفنت لما صرت مراسل، قلت لحالي منو ابدا واحد اخدمه انا؟ ما لقيت غيرك، انت ابدا واحد اخدمك. كيف؟ يعني ما اقول لحالي بلكي بتقدري هيك تشيلي عني كتيف؟ ما فهمت عليك. راح افهمك. شوفي المقال اللي فكرته مني وصياغته منك إلى سعر، والمقال اللي فكرته منك وصياغته منك إلى سعر احسن. كاني فهمت انه بدك يعني انا اكتب مقالات وحط لك اسمك تحتها. لكان اسم مين بدك تحطي؟ ها لا حطيتي اسمك مفكري بينشروا لك اياه. يعني بدك تطلع على كتافي. شو اطلع على كتافي؟ الناس كلها ما طلع على كتاف بعضها وقفت علي هلا؟ بصراحة هيك بكون عم غشك وغش حالي. بس هيك بتوفي معك وبتعيشي، بكره بيعضك الجوع وبتندمي. ها؟ اسمعي فكري منيح سميرة قبل ما تجاوبي. ها؟ شو رأيك؟ أنا آسفة رامي بيك. بس بكره لا شحتي لا تجي وتقولي لي غيرت رأيي. خيتي طولي بالك طولي بالك شوي. بديش طول بالي بديش طول بالي. يقطعك مخشمي قد بترتاح من هنا التوفي. على واه ينطلع هكا من وشي ترتاح. مخوته انت مخوتي؟ هذا رامي جوزي. بعدين انت شو قصتك كل ما بتجي لعندي بتكوني لابسه معنطه فروج جديد؟ ايش بك يا خيتي؟ مش عاجبني بدي جوزي رامي يقطع يقطع المنطويات. ولك يا رامي. ولك طولوا بالكم طولوا بالكم شبكم شبكم هيك مكركبين. هلا انا بتصل وبطمن عليه. الو ايه عمي كيفك كيفك؟ ايه انا موزه. ليك ليك عيل رامي مرق لعندكم شيء؟ ابدا ابدا. لا الظاهر سهران برا. ايه 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 لا بس سلوى غليان قلبي عليه يا حرام. طيب ليك عمي عين عين هلا اذا اجا أو اتصل منخبركم. يلا سلام.
يعني ما لقيتوش؟ وين راح يروح يعني؟ خلص خلص هلأ بيجي. شو بكون هيك خيلتونا؟ ولك يا مازن خيي يرضى عليك، اتصلنا بالمستشفيات. حيشتي بغى حيشتيك، كيف بتفول عليك؟ ولك اسكتي انت اسكتي، ما عادش فيني اصبر. طولي بالك، شو بك حمقانه هيك؟ اشو ترافولتا؟ ها هذا هو. ها ما قلت لك ما هذا هو. مرحبا خالتي. انا اسفه اجيت بهالوقت المتاخر. شو بك لونك اصفر؟ رامي صار له شيء؟ بالعكس اطمني، انا هلا كنت بالمهرجان وعينوا رامي مدير المكتب الاعلامي. يه ليه 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 ليش؟ وهي الشغله فيها هبر كثير؟ هي شغله معنويه. معنويه شو يعني؟ بتعي قولي لي شو قال. شو قال؟ عيني عيني. ايه قال مدير مكتب اعلامي. قريت ليش هالدنيا ما تمشي بالمقلوب هيك؟ من وين لوين اللي حطوا مدير مكتب اعلامي؟ والله واخر ايامك يا ثقافه. صراحه هو وصاني اني اجي اخبركم انه عنده ندوه وعشاء واجتماع تحضيري. أيلة. بس مثل ما بتعرفي مواصلات صعبة، ما معي إجرة تاكسي. والله يا سميرة على هالخبرية تستاهلي باوصي هالقاب قادة. مو بس هيك، كل يوم رح يطلع بالتلفزيون. يه أيلة. والله وليه بقلة شو حمر روحة ولا ببرس قبقل. أعزائي المشاهدين، مع الحب ومع الفرح مع الابتسام المشرقة نلتقي اليوم مع حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي أنت والنجوم. ضيف هاي الليلة إشراقة وضاعة في عالم الثقافة والأدب، نجم انتزع مكانته في المشهد الثقافي تيرسم لنا أفاق الصحافة المستقبلية. أهلا بضيفنا الصحفي اللامع رامي. رامي اهلا وسهلا استاذ. استاذ رامي، شو هو شعورك لما عينوك مدير للمكتب الثقافي والاعلامي بالمهرجان؟ الحقيقه عفوا. الو اهلين. لا وهلا عندي مقابله. اه ماشي خلص، كتيب المقالي وبعثها انت، حط اسمي. اه ماشي يلا مع السلامه. اه مع السلامه. الحقيقه لما صدر قرار تعييني كرئيس للمكتب الإعلامي بالمهرجان أنا ما تفاجأتش. ها ما تفاجأتش، لأني حسيت إنه شيء طبيعي إنه يكون الرجل المناسب بالمكان المناسب. لأني أنا كافحت، تعبت، علاقتي بالنقد علاقة حميمية، أنا حسي نقدي وبحب النقد. ومن طفولتي بذكر هيك حادثة صارت معي. أنا من قرية صحراوية هيك، إن والدي وكان عمري أنا 3 سنوات بس، والدي رسم على طرف التنور، التنور يعني محل ما بنخبز نحن، رسم لوحة. كانت المادة الأساسية اللي مستخدمها هي حاط الخبز والشحوار، ورسم هيك لوحة. أنا كان عمري 3 سنين ونص، وقفت قدام اللوحة وقلت له لأبي إن العمق تبع اللوحة العمق في مشكلة. صرخ أبي، ما بنسى هذه العبارات، وجدته وجدته، ويعني أن حسي النقدي قديم من البدايات. وأعتقد أن وجودي في مجال الإعلام هو فرصة للأعلام الشابة أن تأخذ مساحتها، يكون أمامها فرصة للعطاء، يكون أمامها فرصة لتقديم طاقاتها. تعبنا حفرنا بالصوان ورسمنا يعني خطوط عملنا النقدي من البدايات. استاذ رامي، كيف بتنظر لوائع الثقافي هلأ؟ بالنسبة لوائع الثقافي والنقد، بدك تسمحي لي أحكي بصراحة. بصراحة النقد كثير سابق الأعمال الفنية، يعني ما فيش أعمال فنية جديرة إن الواحد يعني يكتب عنها. مع ذلك يعني النقد ما يتكرم ويكتب عنها بشكل دقيق. وفي ملاحظات لازم تنحكى بهالموضوع. ميزة النقد عنا إن النقد ما بيكتبش بمجالات متعددة. عندك نقد للأعمال الفنية، نقد للصرف الصحي، نقد للخدمات يعني.
النقطة الثانية إن النقد سابي كثير الأعمال الفنية، فبيكتب عنها من غير ما يشوفها، لأنها يعني معروفة عناوينها. بعدين في نزاهة الحقيقة عموما بالكتابة بهالمجال يعني، لذلك لازم نطور الواقع الدرامي لحتى نلاقي نحن فعلا فرصة لتطوير الواقع النقدي. الواقعين اثنين يعني. مخبي لنا شيء مفاجأة لهالسنة؟ بتعرفي الجمهور بيعرفوا انه لما بينقال رامي رامي معناتها في مفاجآت الحقيقة يعني. في أكثر من مفاجأة بحب أقولها على الجمهور. أنا جاني هاتف خبرني الحمد لله إنه تشرفت بأن أكون عضو لجنة تحكيم في مهرجان الغصن السينمائي الحقيقة. أصريت إني أكون رئيس لجنة لكن هناك كان في واحد وضعه أحسن يعني. أحسن شوي. وطبعا أنا آخر جائزة حصلت عليها هي جائزة الثمرة الذهبية لأحسن ناعد سينمائي، وحقيقة يعني عن مقالي كتبتها عن فيلم ياباني ناطق بالعربي هو الفيلم. والمفاجأة اللي بحب أقولها بسعدني إني أعلنها على الأخوة الجمهور إن اليوم صدر قرار بتعييني مدير المهرجان.